إمام تركي يجسد معنى الرحمة ويسمح للقطط الضالة وقطط الشارع بالعيش في المسجد الذي يؤم المصلين به. مصطفى إفه، إمام تركي خطف قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتزامنا مع انتشار مقطع الشيخ الجزائري وليد مهساس والقطة التي تسللت على كتفه، انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لإمام تركي يدعى مصطفى إفه، مشهور بإيواء القطط الضالة وقطط الشارع بالعيش في المسجد الذي يؤمه، في الوقت الذي لا يهتم فيه الكثير من البشر بالمشردين أو المساكين. يأتي إمام تركي شاب بفكرة معكوسة تماماً لقطط إسطنبول الضالة. أصبح لمصطفى إفه جمهور صغير يتابعه على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حبه للقطط، ففاز بقلوب عدد لا يحصى من محبي الحيوانات في جميع أنحاء العالم. ومن المثير للاهتمام أن بعض القطط الضالة تجوب المسجد حتى أثناء صلاة الجماعة. في يناير 2016 صورت وكالة الأناضول تقرير مصور عن الإمام التركي وحبه للقطط، وأضافت أن القطط كانت تتجول بين المصلين عندما تلأ في القرآن أثناء صلاة الفجر، ومع ذلك لم يشعر الإمام ولا المصلين بالغضب من وجود القطط، والقطط لا تنزعج ولا تزعج المصلين، بل يستمتعون بصحبة بعضهم البعض في المسجد. تختلف أعداد القطط في المسجد لأن القطط لها الحرية في القدوم والذهاب. يغادر البعض مجتمع القطط الصغيرة ويتم استبدالهم بالقطط من مكان آخر، لطالما كانت القطط جزءا من هذا المجتمع. هذا ما قاله الإمام التركي الشاب الذي كان يغذي وينظف هذه الكائنات الصغيرة في المسجد. يرحب مصطفى إفه بالقطط الضالة خاصة خلال فصل الشتاء، وفي شرحه لقراره القيام بذلك قال إنه شيء يجب على أي مسلم فعله، إنه أمر طبيعي بالنسبة للإمام، لكن صوره مع قطته جذبت اهتماما كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.